مرحبا يا أطفال، اليوم سوف نتعرف على حرف الحاء. في البداية كلمات تحتوي على حرف الحاء مثل كلمة حصان وحديقة وأيضا حقيبة. مواضع حرف الحاء: حرف الحاء في أول الكلمة مثل كلمة حمار، أما حرف الحاء في وسط الكلمة مثل كلمة صحن. حرف الحاء في آخر الكلمة مثل كلمة مفتاح.